السلام عليكم. توفي عصر اليوم الاثنين عون إنقاذ بوحدة الحماية المدنية في ولاية البوليدة في حادث تكهرب مأساوي تعرض له خلال عملية تدخل وإخماد لحريق بأحد الأحياء الشعبية بالضواحي. الضحية هو خريج دفعة 2012 في الثلاثينيات من العمر، كان بصدد أداء واجبه المهني أين قام بالإنقاذ والتدخل لإخماد حريق بالحي الشعبي الحماليتة. وحسب شهود عيان فإن الضحية تعرض لتكهرب من كابل للتيار الكهربائي لم ينتبه لها، وبالرغم من محاولة إسعاف الضحية إلى أن شدة الإصابة عجلت في وفاتها، أين تم تحويله على مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي فرانس فانون. إن لله وإنا إليه راجعون.